أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، موضحا أن ترشحه جاء استجابة لرغبة كثير من الأحزاب والمنظمات. نزولا عند الرغبة نتاع كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير سياسية والشباب نتاعنا، أعتقد أن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور. إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإلا أنا كنت قمت بواجب، يعني من جزء من الواجب، واللي يجي يكمل الله يسهل.